هل كان عليك أن تفتشي في المكابي لتجدي تلك الآلة؟ هل أصبح خطأي الآن؟ أنا سعيد باعترافك. لا أفهم، لما حاولت أن تخدعني لأظن أن الآلة تعمل؟ لكي نستطيع أن نضيفها إلى طلب زيفورس. لكني قلت لك إننا نملك مهارات تكفي لكلينا. فيبي، لا أريد دخول زيفورس لأنك رائعة لوحدك، أريد دخولها لأننا رائعان حتى لو كان وهما. وجدنا قرميدا أصفر ولكنه ليس ذهبا. هذا ذهب يا أحمق. يهربني الذهب؟ هذا يعني أن آلتك تعمل. ماكس، ولكنها أخطأت بشأن تخريب المدرسة. ماكس، تعرضت المدرسة للتخريب من قبلك اليوم. هذا صحيح؟ إذن إن اختراعي الجميل يعمل، متشوق لأريه للعالم. توقفي عن النظر أيتها الآلة الغريبة. لقد حطمت آلتي. تأكدنا أنك ماهر بالآلات، أتمنى فقط الخروج من هنا. مهلا، يمكننا فعلها. فرشاة الهلام، هل تقصد أنك ستمشط لحيته بها؟ لا، راقبي. أنا ملك الاختراعات. هل يمكنك أن تتوقف عن ذلك؟ هاي، سيهربان. أنمسكهما؟ لا، قدم لهما القهوة، أمسك بهما. حان وقت مهاراتي الخاصة. هيا يا صغير، لنرقص. هل هذه للرقص؟ إنها عصا قتال. استعد لنهايتك. سأزيل خصل شعرك المصبوغة عن رأسك. نعم سأفعل، سوف ترى ذلك. أتعبت نفسك. رائحة سيئة؟ هل تشم رائحة سيئة؟ عمل جيد، نجحت مهارتك. هي، وآلتك نجحت أيضا، وبناء على هذا سنضيف الاختراعات إلى طلبك. أنا ملك الاختراعات. الذهب معي يا أمي، سوف نكون أثرياء. ماكس، هل طلبت سيارة إسعاف صغيرة؟ سأحاول أن أخترعها لك. نعم، وأنا سأساعدك.